تحية لكل اللي انضم لمتابعتنا. احنا مستمرين معكم في فقراتنا لصباح الشروق. كثير من السيدات الآن بتلقى انها هي محتاجة لانها تعدل من نفسيات، تعدل من روحها المعنوية، تعدل من تفاصيل كثيرة موجودة في بشرتها وفي شعرها، وتقدر تحس بي يمكن هي حال الأنثى في كل مكان مش بس في السودان، لكن احنا محتاجين لانه نتوقف في كثير من التفاصيل، سواء كانت هي سلوك خاطئ او كثير من الحاجات اللي بيتم استخدامها من قبل السيدات اللي بنحتاج لانه نتعرف على مدى صحتها، هل هي صحيحه من استخدامها ولا خاطئ استخدامها وقد تؤثر تاثيرات سلبيه في بشرتنا وفي شعرنا. لذلك سعيدين جدا بان تكون موجوده معنا دكتوره ريم يوسف، طبيبه صيدلانيه وخبيره تجميل للعنايه بالشعر والبشره. اهلا وسهلا بك. مرحبا بكم، صباح الخير عليكم، صباح الخير على المشاهد الساده المشاهدين، صباح الخير على صباح الشروق. يا مرحبا بك. انا يمكن اسلفت في البدايه طوالي وقلت انه في تفاصيل كثيره غلط نحن بنستخدمها في البيوت السودانيه، والسيدات أيوه. بصوره عامه بيحاولوا ان هم يستخدموا كثير من العقاقير الطبيه، ممكن يكون استخدام لبعض الأدوية من غير ما تكون باستشارة، لأنها ممكن يكون عندها تأثيراتها الجانبية الثانية البعيدة المدى، ممكن تأثر عليهم سواء كان في بشرتهم أو في شعرهم. ممكن نتكلم أكثر عن السلوك الخاطئ. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا من ملاحظتي مما درجت في موضوع الصيدلة وخاصة التجميل، عندنا استعمالات السيئة تكاد تكون ظاهرة شديدة بكميات كبيرة، اللي هي موضوع الكورتيزون. فالكورتيزون طبعا يعني بيجي مشتهر بين شنو من كريمات والتفتيح، بيستعملوه للتفتيح، فبيجي في اي مكان، في اي مركز، في اي صيدليه، في اي كده، انا بمشي باخذ الكريم وبستعمله، فبيعمل لي اعراض جانبيه اكثر من تشويه، اكثر مما يعمل تجميل. ده فيما يخص التجميل. في برضو ادويه ثانيه للاسف، برضو المضادات الحيويه. المضادات الحيويه كل الناس بقت تستعملها، ما بس المراه بس، من غير اي استشاره. ايوه، اديني ثلاث حبات. ثلاث حبات دي مع العجل النزله. ايوه بالضبط كده، ثلاث حبات مع العجل النزله. طيب، فمن الحاجات المحزنه انه الادويه دي، المضادات الحيويه، هو ما دواء بس انه انا بستعمله ويعالج لي وانتهينا على كده. بعض الاثار الجانبيه للمضادات الحيويه انه ممكن الدواء اخذ فتره علاج، بعد ما انا اخذت فتره علاج بعض انواع من البكتيريا ما بتموت وبتكون مستمره بتتكاثر وقاعده في الجسم، فبتبقى اكثر شراسه. انا لما اخذ دواء امشي الصيدليه واخذ دواء من غير استشاره الطبيب، بس لانه جارتي قالت لي والله الولد عنده الحمى، فشنو احسن اديه طوالي من غير تسميه اسماء المضاد الحيوي الفلاني، من غير ما امشي حتى لطبيب ومن أيوة. غير ما استشير. انا بختصر الزمن لانه شنو يعني، لانه الوضع المادي شويه بقى صعب اقتصاديا، فبقينا شنو نختصر قصه امشي للطبيب، احسن امشي الصيدليه طوالي. الصيدلي لانه اقرب كادر طبي بالنسبه نقول شنو للمجتمع السوداني كله، فونس اني مشيت للطبيب حادفع قروش، حادفع حيقول لي امشي المعمل، فانا بختصر على نفسي قصه شنو امشي طوالي الصيدليه. بعدين عندنا قصه جارتي جات قالت لي ولا صاحبتي أيوة. حكت لي أيوة. نفس الاعراض دي هي موجوده عند ولدي للاسف، فاديه الدواء ده او اديه الوصفه دي، وممكن يكون حتى باقي لدواء هو مفتوح ولو فتره زمنيه طويله كده. موجود. وكمان اخطر حاجه انه شنو العلاج بتاعي انا ما اتمه واديه زي ما بقول شو اديه لاخوه او اديه لجارتي، ده من اخطر الحاجات اللي بتحصل، لانه انا كده بدي بعمل مقاومه للميكروبات، للمضادات الحيويه، ودي اخطر مرحله احنا بنصل لها، لانه احنا نصل مرحله بتاعت شنو عدم انتاج دواء فعال لعلاج الامراض البكتيريه. حنبقى في حنكلف الدوله موضوع بتاع شنو مجهود ابحاث ودراسات جديده عشان نبدا نعرف الدواء ده حنستعمله حينجح ولا ما حينجح. الدراسه اللي انا حعملها حتاخد فتره من الزمن، فعندي مريض هنا حيكون حالته الصحيه بدات في تدهور، فاحتمال انا ذاتي افقد شنو افقد المريض العزيز علي ده، فاحنا نحاول نتجنب انه شنو موضوع المضاد الحيوي ما ناخده بس بانه شنو باحساس انا حاسي. حتى الادويه بتاعت الملاريا انا ما بمشي المعمل، كمان بقيت انط من المعمل والطبيب بمشي طوالي لشنو صيدلي، اديني الكوارتم، اديني الحقنه، اديني الحبه، فده خطر خطر وممكن يؤدي للموت. بعدين احنا عندنا مقوله بيقول لك انا عارف مرضي وعارف دوائي. ايوه انا حاسس، انا بقدر براي امشي للدكتور الصيدلي بقول له اديني طوالي الدواء الفلاني. الاحساس على عيننا، لكن في حاجه في طبيب،
في طبيب، في صيدلي، في كادر طبي. الكوادر الطبية ذاتها كل زول عنده مهنة. الطبيب بيشخص، تشخيصه ما بيقدر يتم إلا عن طريق يرجع للمختبر. رجعنا للمختبر بعد ذاك الطبيب أكد شكوك وعرف التشخيص بتاع مرضه، بعد ذاك يجي للصيدلي، من الصيدلي بعد ذاك يمشي شنو إذا كانت حبنا حيمشي للممرض. فكل زول عنده شنو دوره. عنده وظيفة ودور مفروض يتم تتم يعني عن طريقه. فأنت بإحساسك حتأثر على نفسك وحتأثر على اللي هو الشخص اللي بيهمك المريض. نعم. يمكن يا دكتور ريم في النقطة دي تحديدا، يعني احنا كشعب سوداني سهل جدا انه تنتقل في وسطنا الشائعة، فبتلقى انه واحد من الناس قال لك انا مشيت للدكتور وشخص لي تشخيص غلط. أيوة. ولا كتب لي حاجة طلعت غلط ولا كده، فبيبقى بالنسبة لنا يعني سلوك سيء ممكن ينتشر في مساحة، وبيبقى خلاص الدكتور ده معناه نحن تاني ما نمشي له، ونحن نقعد مع بعض فيما بيننا نحاول نعالج الموضوع بجارتي وجارتك وصحبتي وصحبتك والكلام اللي احنا تكلمنا عنه قبل شوية. التشخيص الخاطئ والعلاج الخاطئ من المسؤول فيه؟ والله كلنا مسؤولين فيه، كلنا الكادر الطبي كله مسؤول. الطبيب لازم يتريس في حتة التشخيص، يعني أنا أكتب شخص المرض من غير ما نعرف أعمل الفحص، أرسلك للمختبر عشان تعرف أنت مرضك شنو. ما ممكن أنا شنو باي جيسين أقول أنت عندك كده. أنا لما أعرف أنت أعراضك شنو خلاص أعرف الأعراض. بعدين في أمراض أعراضها مشابهة، منها صح. الأمراض النزلات، الكحة، السعال، الإسهال، دي كلها حاجات شنو أعراض لأمراض تشابه البكتيريا والفيروس. فمرات شنو الطبيب ممكن يكتب لك مضاد حيوي من غير ما يرجعك للمختبر، فهنا أنا ما أعرف نوع البكتيريا شنو، فأنا كده مشيت في wrong way، أنا ماشي خطأ ما ماشي صح. بعد شهر واحتمال أقل من شهر حيرجع لي تاني المريض، حيجي حكتب له دواء تاني، حيكون كله ما له عنده شنو مناعة. ففي بعض الأطباء يعني بيعرفوا متمرسين في موضوع شنو تسقيف الدوائي، وأنه أقول لك معليش إحنا هنعمل شنو، هنعمل فحص عشان نتأكد من المرض. فكونك ترجع لمساعدة المختبر بالعكس دي أنا بشوف إنها شنو دي مهنية منك كويسة شديد، ما تحافظ على نفسك وعلى صحتك. أيوة بالضبط كده. وإن أنت ذات ساعدت في شنو في الإرشاد استخدام الدواء بطريقة صحيحة، والعلاج حيتم بطريقة صحيحة. إذا ما حشنو حوفر على المريض قصة إنه يجيني كل شهر عيان، حوفر موضوع إنه أكلف الدولة بإنتاج أدوية لكسرة كل شهر إحنا بنشنو بنزيد. وفي شنو في عندنا مشكلة بتاعت شنو الدواء قطع لأنه استخدامنا غير رشيد من الأسباب ذاته. دي بتودينا طوالي لنقطة إنه في بعض الأدوية بيتم استخدامها استخدام سيء. خلينا نتكلم بشفافية أكبر وندخل في عمق المجتمع، بأنه في بعض البوتيكات المفتوحة في مناطق مختلفة بتقدم وصفات وخلطات للبشرة وللشعر ممكن تكون هي وبالا عليها، يعني خلينا نقول إذا جاز لنا التعبير. والأتهى والأمر إنه حتى الأدوية اللي بيتم استخدامها طبيا كعقاقير طبية في أمراض وفي علاج أمراض الآن بيستخدم في تفاصيل السيدات، يعني تسمين، تنحيف، غيرها من التفاصيل دي اللي بتودينا لكثير من المشاكل الصحية. خلينا نتكلم عن المخاطر اللي ممكن نتعرض لها اللي بتمشي للنواحي دي. أنا والله بس بشوف إنه شنو من ناحية لازم يكون في تثقيف، يعني إحنا عندنا ثقافتنا في موضوع التجميل يكاد يكون زيرو، لأنه بعد بشنو جارتي لونها فتح في 3 يوم، جارتي سمنت في 2 يوم. فلما يجيك يعني ما بنمشي للطبيب يقول لي انا عايزه زياده وزن، لا انا بمشي للبوتيك. بتاع البوتيك بيفتح الدرج بيديني حبوب، الحبوب بتكون يعني حاجات خطره جدا، ممكن تكون شنو هيدروكورتيزون عالي جدا، بيكون في الصيدليات قاطع ويكون موجود وين في البوتيكات. فلازم يكون في رقابه دوائيه، لازم يكون في رقابه محليه، لازم يكون في رقابه من وزاره الصحه، لازم الاعلام يكون عنده دور غير الكادر الطبي. الكادر الطبي ما بيعمل اللي هو شنو ارشاد عن طريق على حسب المنصة اللي هو قاعد فيها، لكن بالنسبة للإعلام لو كل يوم خصصنا فقرة أو كليبسات، يعني كليبس تكون صغيرة كده عن شنو عن الأدوية والكريمات والأخطارة، لأنه حاجات دي بتأثر على شنو، بتأثر على الأجنة، بتأثر على الصحة، بتأثر على الجيل السرطانات، حتعمل مشاكل أكثر من موضوع إنه شنو أبقى جميلة. يعني الجمال ما إنه شنو يعني بالتسمين وبالأدوية اللي هي ممكن التنفق. يمشي بالطريقة الصحيحة والسليمة يعني وبيديكي نفس النتائج لكن في فترة المعقولة والسلوك السليم. أيوة. في نفس الإطار ده وما بعيد منه في سلوكيات الخاطئة بنلقى التطبيب بالأعشاب بصورة. أيوة. عامة ودي موجودة بكثافة.
في البيوت السودانية، والآن انتشرت مراكز العلاج أو التطبيب بالأعشاب بصورة عامة. خلينا نتكلم عنها برضو من ناحية مخاطر ممكن يتعرض لها الإنسان. طيب بالنسبة للهيربال ميديسين أو العلاج اللي هو أنا بشوف إنه زي يعني علاج الطب النبوي، ده حاجة معروفة من زمان الرسول صلى الله عليه وسلم. دي ما حاجة كعبة، لكن أنت بتعرف عن الدواء شنو، تداخله عن الدواء شنو. فأنا بشوف إنه شنو، ما أي زول يديك عشبة يقول لك دي حتعالج، بتعالج في حاجات أيوة بتعالج. يعني أنا شايفة إنه شنو، الثوم الزيوت كلها إذا استعملناها كطوبيكال بتعالج، إذا استعملنا العسل فيه فوائد كثيرة، كلها حاجات ما ضارة، لكن استخدامه والفرط في استخدامه بسبب مشاكل. فانا بشوف انه اهل الراي في الحاجه دي دائما الناس اللي لهم علاقه بين شنو، قروا الموضوع ده، مش بالتجارب بس قروا. يعني حتى لو ما قراين شنو، حضروا ندوات، حضروا اللي هي حاجات ندوات تصقيفيه، برضه دورات تدريبيه، يعني دورات تدريبيه، الحاجات دي ما في مشكله. لكن اخطر حاجه انه زول قاعد له في ركن في دكان صغير وبيع عمال على بطال، ما في رقابه. انا برضه بشوف انه موضوع الاعشاب، الاعشاب زيها زي الادويه، في خطوره بتمثل على حياه المريض او الشخص العادي. فاحنا استعمالنا للحاجات دي لازم يكون يعني عن طريق زول له درايه كافيه وزول مؤهل. حتى لو ما كان زول شنو، زول انه شنو اخذ تدريب في الموضوع ده. فالصيادله احنا عندنا يعني حاجه بنقراها احنا في الهيربال ميديسين، في الفارماكوجنسي، في الحاجات دي احنا بناخدها بنتدرج فيها فبنعرفها. فبتمنى انه شنو يعني تاخذ المعلومه وتتاكد، ما تبلع ساي، ما تاخذ ساي، لانه حياتك مهمه. صحيح. وفي حاجات في نواحي ثانيه يعني اكثر ضررا، اللي هي الادويه المهربه، يعني دي ممكن تكون هي موجوده في الصيدليات وانت بتمشي تشيلها، لكن ده سايد افكت بس استخدامها. لكن في ادويه مهربه ممنوع التعامل معها وبرضه بتكون موجوده. ايوه، ومن الادويه المهربه دي اكثرها اللي بتكون كريمات التفتيح للاسف، واللي هي الحبوب بتاعت الكورتيزون للاسف. يعني كل الحاجات اللي بتتباع في البوتيكات دي عباره عن شنو، ادويه مهربه، المضاد الحيوي زاده بيجى فيه تهريب ما طبيعي. عشان كده بكون بقول لك شنو، الدواء ما فعال، فانا حاخذ الدواء مره مرتين وبعمل مقاومه للبكتيريا هنا لانه الدواء ما فعال. فبرضه لازم يكون في رغابه على يعني مداخل المخارج، لازم يكون يعرفوا انه شنو الحاجات دي بتيجي من وين، بتيجي كيف. لازم نحد من يعني كل زول مسؤول، الشرطه مسؤوله، الصحه مسؤوله، الاعلام مسؤول، الكادر الطبي، كلنا لازم نتكاتف. الموضوع ده بيكلف انه شنو، نفقد ناس عزيزين علينا، فلازم نتكاتف كلنا ونوقف العادات السيئه. بنبدا بنفسنا، اي زول يبدا بنفسه يعني. ايوه، ارجع لطبيب. اي زول عنده في البيت او جيرانك او غيره، الناس لما تبدا من نفسها بتقدر بعد كده تصلح المجتمع ككل. أيوة. واحده من الاستخدامات الخاطئه دكتوره ريم، استخدام المسكنات بكثافه عاليه، ودي ممكن تخلق مقاومه للجسم في انه هو يتقبلها لاحقا وبتبقى بمشكله اكبر. ايوه. بالنسبه للمسكن، المسكن ده طبعا عندك زي شراب المويه زي ما بنقول. فاكثر حاجه انا بشوفها الباراسيتامول اللي هو البنادول العادي، ده بيتباع كان في البقالات وستيل ناو في بقالات بتبيع، فخطر. الباراسيتامول ممكن يعمل تسمم، ممكن يعمل مشاكل للاطفال بالذات، ممكن يعمل مشاكل للناس اللي عندهم مشاكل في الكلى. في ناس عرضه لانه شنو، يجيهم يعني حموضه، التهاب في المعده، ممكن يحصل نزيف في المعده، ده الاستخدام على مدى طويل. فاحنا شنو، ما ناخذ المسكن ما لم يكون شنو فعلا حقيقه في الم، او في انه نستعمله كخافض لحراره، فاستعمال الحاجه زياده عن اللزوم بتقلب بالضبط. فلازم نتريس في استعمال الدواء. في حاجات بديله يعني بسيطه، ممكن الشاي بالجنزبيل، ممكن الحاجات الزي دي. بعد ذاك نبدا في موضوع شنو، موضوع الادويه. جميل. خلينا نتكلم يمكن في جانب مهم جدا دكتورة ريم، والآن بقى موجود في مجال الشعر تحديدا، بنلقى إنه في كريمات فرد للشعر هي ممكن يكون ضرر أكبر. أيوه. واستخدامها تحديدا للأطفال. أيوه. في مسميات جديدة طبعا، هي عندها تسميات كثيرة. أيوه. من غير ما أسمي، لأنه في ناس هيقول لك شو سميتي ليه وعملتي ليه. فالتسمية ما حتضر، لكن هي عبارة عن كيميكلز، أنا كلها بقول على كيميكلز. ما في شعر حيتشد ما لم يكون فيه مادة كيميائية حتفرد. الفرد ده بيجي عند يعني شعر عنيد، وانت بتحاولي شنو السبيبة تشديها تفرد. ايوه. فالحاجات دي كلها بيخش فيها الفورمالين. الفورمالين اللي هو انا بحنط به الجثث، فدي حاجة خطرة جدا في استعماله وفي استنشاقه. فقصة انه يقول لك خالي فورمالين، في بالجد بيكون في غش، في غش تجاري حاصل في القصة. الموضوع خطر جدا. استنشاقه ممكن يسبب لي الجيوب الانفيه، ابتداء من الجيوب الانفيه، تحسس في الجلد، التهاب ذاته فروه الراس، تساقط للشعر،
ممكن اصل مرحله الجوبه او الثعلبه، كل الحاجات دي ممكن تحصل، يعني حيحصل تشويه. في كريمات بتاعت فرد بتاعت شعر بتجي انه شنو الشعر اللي بتكون كيرلي زي ما هي لكن بتتفرد، يعني دي ما فيها، فيها ضرر، ضرر على الشعر لكن على الصحه ما فيها مشكله. لكن دائما كريمات الفرد اللي هي بتكون فيها المكوى وكده بتلقي انه شنو فيها دخاخين وحاجات خطر، انت بتستنشق مواد كيميكلز هتسبب لي لقدام مشاكل هتظهر. طيب الاضافات او الاكستنشن الموجوده للشعر الان هل ممكن هي برضو تساعد في انه تخلق ضرر للشعر؟ الاكستنشن ايوه ممكن عادي ما فيها مشكله، لكن في الطريقه ذات استعمالها كيف. حسي المذيعات الهوليوود ستار كلهم، بوليوود ستار كلهم بيستعملوا الاكستنشن ما فيها مشكله، بس الطريقه بتاعت انه كيف انا استعمل الاكستنشن. العنايه بالشعر ذاته مهم، الشعر ده مع عضو زيه زي باقي جسم الانسان، انت لما اعتنيت به حيمشي، ولو حاولت انك شنو يعني قصر في عنايتك له حيتاثر. انا اشرت يمكن في السؤال السابق لانه الاطفال واستخدامات كريمات الفرد بصورة عامة عندهم، لكن عندنا برضو كثير من السلوكيات الخاطئة اللي بيتم استخدامها في الأطفال. يعني ممكن أقول لك في البيت أديه نص حبة بنادول أكسمي عليه على أربعة ودوبي عليه في الموية ولا في العصير ودي عليه. يعني كثير من السلوكيات الخاطئة المرتبطة بأنه العقاقير الطبية واستخدامها للأطفال، ومعروف أنه كل فترة زمنية أو كل عمر هو عنده استخدام معين بالذات المضادات الحيوية. بمجرد ما يحس بالتهاب أو نزلة بيقول لك الطفل ده دي باقي الدواء حق المرة اللي فاتت ولا أديه دواء نفع معاه أو نتشارك في الدواء. دي كل حاجات طبعا استعمالات خاطئة. بالنسبه للدواء، الدواء انا لازم شنو اكمل الكورس بتاعه، يعني اذا كانت فتره اسبوعين اخلصه في اسبوعين، اذا باخذ صباح ومساء يعني. ايوه ما في يعني الاطفال والكبار، لكن الاطفال اكثر لانه المضادات الحيويه ذاتها عندها سايد افكت خطر شديد على الاطفال. الاسهال ممكن يسبب جفاف ويؤدي للموت في الاطفال، ما بيستحملوا. يعني الطفل اذا يعني الاسهال كان يوم يومين ده حيؤدي للموت اذا ما حصل عملنا له شنو ديهيدريشن، عملنا يعني عاده لموضوع الجفاف، ياخذ اللي هي الاو ار اس الاملاح بتاعت الترويه الحاجات دي. فلازم لازم لازم المضاد الحيوي يتاخذ في وقته، يتاخذ على حسب الوزن ذاته، الجرعه تقاس بطريقه شنو بانه بتضربات الصيدلي هو حيديك ليها، الطبيب ذاته حيقول لك الفتره اللي حتستعملي فيها، يعني الدواء ده يخلص يوم كده يخلص يوم كده بعد اسبوعين بعد اسبوعين، لكن ما تفضلي باقي لانك نسيتي بكره تيجي تدي لي اخوه لانه عيا. نوقف الممارسات الخاطئه للادويه بالذات الادويه المضادات الحيويه عشان نتجنب مقاومه الميكروبات للمضادات الحيويه. جميل. وفي الناحيه دي تحديدا يعني بنلقى انه في امهات بيقولوا الاطفال في مرحله سنيه محدده هم محتاجين اكثر لانه نديهم العلاج بالاعشاب، فبيخلطوا مواد في بعض، مع العلم بانها ممكن تكون هي ضاره للطفل بصوره عامه، وممكن الاعشاب ذاتها خلطها مع بعض يخلق نوع من انواع السموم. ايوه. وفي حاجات يعني شنو في ادويه ممكن الطفل يكون عنده ادويه لامراض مزمنه بيستعملها، ممكن يكون مصاب بالسكري، ممكن يكون مصاب بالازمه، ففي ادويه وفي اعشاب اللي هي الادويه العشبيه لما انا استعملها مع الادويه العاديه اللي انا باخذها الشهريه او الادويه الدائمه ممكن تعمل لي اثر جانبي اخطر من شنو من العلاج نفسه. فانا احاول اتجنب انه شنو ما اخلط ده بيضه هو ما محتاج. انا بشوف انه شنو يعني اذا محتاج خلاص اني عايزه تزيدي المناعه او عايزه تحسي انه طفلك ياكل او كده، انا بشوف انه شنو ملعقه بتاعت عسل مره واحده في الاسبوع يكفي، وذاتها تخفف يعني عشان شنو تقي من النزلات، تقي من الالتهابات، تقي من الامراض اللي بتحصل بين اختلاف الفصول او دخول الفصول في بعض. دكتوره ريم احنا يمكن وصلنا لختام المساحه دي، لكن انا عاوزه نصائح للتعامل مع ثلاثه اتجاهات. اولا الاستخدام للعقاقير الطبيه، ثانيا لعنايه السيدات ببشرتهم، وللعنايه بالشعر. اوكي. نبدا اول حاجه بالادويه. الادويه يا اخوانا لازم انه شنو نحاول ناخذ الدواء عن طريق الطبيب فقط، الصيدلاني يساعد في ايوه في العلاج ويساعد مع الطبيب وكده، لكن دوره الصيدلاني ليس بكتابه الروشته. الروشته يكتبها الطبيب، لازم نقابل الطبيب. في امراض بتشابه، امراض بكتيريه وامراض فيروسيه ما بنقدر نحددهم الا عن طريق المختبر، يعني الطبيب نفسه لا يقدر انه شنو ولا يستطيع انه شنو يحدد لك المرض نوعه شنو. ثاني حاجه نعملها انه شنو نساعد الصيدلي ما نضغط عليه، عليك الله اديني الدواء المضاد الحيوي، ينفع معي المضاد الحيوي، دي الحاجات المفروض نوقفها. ثاني حاجه بالنسبه لاستعمال
المواد التجميلية، إن الله جميل يحب الجمال، التجميل ما فيه مشكلة، بس حاجة بتضر ما نستعملها، حاجة نفعت معاكي ما حتنفع معاي، ما حتنفع مع غيري، فلازم شنو نتريس في استعمال الكريمات وحاجات التفتيح، في تفتيح بسيط، في تفتيح نضارة، في تكشير، في حاجات بسيطة من المطبخ، ممكن نحاول نرجع للحاجات القديمة، نبعد تماماً عن أي حاجة مشكوك فيها ما معروفة ذاته ما مكتوب عليها ليبل تقول لك دي خلطة بتفتح، نبعد عن الحاجات دي لأنه أثرها حيكون أكثر من نفعها. الخلطات ممكن نأخذها من جهات المختصة بها. بالضبط كده، يعني ممكن صيدلانية متمرسة لها علاقة بموضوع الكومباوندينج فارماسي اللي هو موضوع إنتاج منتجات سواء كان شنو اللي هو تصنيع، إحنا بقينا صيادلة داخلين في موضوع التصنيع سواء كان الطب التجميلي أو العلاجي. فدايما لو الصيدلي انت بتعرفه امشي ليه هو احسن لك. انا بشوف مليون مره الصيدلي افضل من صاحب البوتيك. طيب السيده في البيت الموجودين في البيت في المطبخ تحديدا، أيوه. المطبخ ممكن يكون هو اكثر الحاجات الموجوده فيه بتساعد بصوره عامه على نضاره البشره وعلى الشعر بصوره عامه، شنو من المكونات اللي ممكن تستفيد منها سيده البيت في انها تستخدمها بعيدا عن الكيميائيات وبعيدا عن التراكيب وبعيدا عن الادويه والعقاقير؟ طيب الحاجات كثيره طبعا، نبدا من الثلاجه. الخيار، الخيار ده يعني فيه علاج جميل جدا للبشرة، للهالات، للسواد، للحبوب، ممكن أنا استعمله أز ماسك، يعني عمله قناع وعمله للعين برضو. عندنا الطماطم، الطماطم بيشد البشرة، ممكن برضو حاجة حلوة شديدة إنه شنو يخفف من الحبوب للأكني. نبدأ بالليمون، الليمون برضو ممكن أنا استعمله كقطرة بتاعت ليمون في زبادي، استعمله حاجات اللي هي شنو ماسكات تشد البشرة. عندي استعمالات تانية اللي هي الكستر، لبن البودرة، الكورن فلاور أو بتقول عليه النشا، دي كلها حاجات بتشيد بتفتح لأنه فيها ستارش فيها نشا، فدي كلها حاجات يعني سهلة وبسيطة وغير مكلفة وآمنة موجودة في أي مطبخ. أيوة، بتفتح الرف بتلقيها، بتفتح الثلاجة بتلقيها، فدي حاجات ممكن نستمر عليها ونعملها فيها نضارة بتدوم، ما جمال مصطنع وسريع. شكرا لك كثير دكتورة ريم يوسف، صيدلانية وخبيرة تجميل فيما يخص العناية بالشعر والبشرة. شكرا لكم، شكرا لاستضافتي. لك التحية، ونحن كمان مستمرين معكم متابعينا، لسه في عندنا كثير من الفقرات، نمشي ونجي.